اعتقد انها عدد اكثر من المطلوب في ذلك او النشر، اعتقد انها يعني تتم الحركه بالضبط. بسم الله الرحمن الرحيم. First of all, I would like to thank the organizing committee and Dr. Salah Jamal for inviting me to present my talk today about osteology and IBD. طبعا قبل ما اتكلم انا طبعا بشكر الاستاذ الدكتور محمد زكي الشريف وبشكر الدكتور فرج. الاستاذ الدكتور فرج كان مشرف عليا رساله ماجستير ودكتوراه، يعني قعدت معاه مده طويله. استاذ الدكتور محمد زكي الشريف بقى لي اكثر من 20 سنه بشتغل معاه، فطبعا تو امينت بروفيسور، يعني انا طبعا مش بقدين بالشكر اللي هم كل الاحترام والتقدير لما قدموه من علم ليا والزملاء. يمكن ما كانش موجود ان انا اعمل التوك دي توداي، انما هي عشان توك فيري انترستد كيس ابتدينا نقول ان احنا هقولها بدل التوك الريفيو ارتكل ان تبقى عادي. فيها سيبرال اسبكت لازم ناخد بالنا منها، الناس اللي بتشتغل اندستري او في الامرجنسي او الاي ار بنقابل كتير قوي حاجات الجي اي بليدنج، و about 5% of cases of جي اي بليدنج cannot be diagnosed by all procedure. فدي من الحاجات اللي اوسكول يعني 5% بنقعد نحتار فيهم. الحاله دي يمكن بطلع منها بتارجت معين ان لازم الواحد يفضل ورا الحاله ما يسكتش عليها، يقعد يدور لغايه ما يوصل لدايجنوزيس. وهو العيان ده كان فيري لاكي لانه بالرغم من اوبسكيور اللي الناس بتقعد فيها 3 4 اشهر، هو الراجل ده اتشخص في 3 ايام. يمكن لما بعتنا الورق امريكا وكده هم نفسهم قالوا لو لفينا العالم ما حدش هيتعمل له الكلام اللي اتعمل ده في 3 ايام. طبعا جي اي بليدنج من الموست كومن امرجنسيز في الاي ار. مستر اس ده كان 58 سنه، هو فيري ريتش مان، واحد جي ام في بيج كمباني كبيره قوي. مجرد ان هو وهو في المكتب ابتدى يحس بشويه ديزنس، ابتدى يحس ان هو شويه فينكينج اتاك وديزنس، قال حاسس ان انا يعني مش ضايق شويه. الساعه 4 الساعه 5 نقلوه المستشفى على طول اي ار. جه المستشفى فيلينج اوف فينكينج بس ديزنس، ما فيش اي مشكله، هو كومبليتلي فيت. هي از نون سموكر، مايل هايبرتنشن من 6 سنوات، وكنترول على الاملودبين واللوزرتان بلو دوز، ومفيش اي مشكله منهم، والبلاد بريشر بتاعه ستيبل، مفيش هيستوري اوف سيرجيكال اوبريشن، ما عملش عمليات قبل كده. عنده بس كونجنتال ابسنس اوف وان كيدني ده موجود بيها. انما في 2008 اكتشفوا ان هو عنده ليوكوسايتوزيس. كل اللي بيشتكي منه ليوكوسايتوزيس، الليوكوسيتيك كاونت بتاعته عاليه قوي، بتعدي 98000 95000 بالمنظر ده. وابتدى سافر بره في امريكا، وقعد من 2008 كل 6 اشهر بيسافر يعمل تشيك اب كامل وزود تريتمنت خالص. قالوا لا جاست فولو اب، مفيش بلاس تيست، مفيش اكتيفيتي، مفيش اي كيمو ثيرابي ولا راديو ثيرابي، هنعمل فولو اب. فكل المين انترست بتاعه كان الهيماتولوجي على اساس ان هو خايف من اللوكيميا، بكرونيك ليمفاتيك لوكيميا يكون فيها حاجه، فبيعمل تشيك اب عليها كل شويه. اخر بلاد تيست كان بيوم 2/1 في يناير 2013، هيموجلوبين بتاعه كويس، الكوسيتيك كاونت كانت 59000. دي اخر حاجه عملها. الجنرال اكزامينشن في الاي ار لقوه كويس جدا، مفيش اي جنرال مانيفستيشن عليه. بلاد بريشر بتاعه كويس، البلس كويس، نيورولوجيكال اكزامينشن عشان الديزنس ده فكروا في حاجه نيورولوجيكال، مفيش حاجه. اتعمل له رسم قلب، الكلام ده يوم 9/1 اللي هو جه الاي ار. الاي سي جي بتاعه نورمال، حتى ما كانش فيه اي مانيفستيشن خالص لاي انورماليتي ولا هايبرتنشن. اتعمل له ايكو في ساعتها على طول، هو 3 ساعات كانت العيان من 5 ل 8 كان كل حاجه اتعملت. الايكو كان ليفت فنتريكولار ديسفانكشن، ليفت فنتريكولار كونسنتريك هايبرتفي من الهايبرتنشن اللي بقاله مده عشانها. مايكرال فالف ليف ثيكنينج والموشن بتاع السكلروز بس لان هو كان ديس لايبيديمي وترايفل مايكروبيتال وسكلروز اورتيك فالف. فبرضه كان كل التفكير ان الديزنس والدراوزنس ده كان حاجه نيورولوجيكال او بلاد سبلاي او حاجه. ده الدولار بس الايكو دولار بس مش واضح قوي. اتعمل له كاروتيد دوبلكس برضه اول ما دخل الاي ار يوم 9، كان يوم
كان عليها شويه فليكس كده، بس برضه ما قالوش ان هو فيها اي ريسبونسبيلتي. البلاد فلو بتاعها كويس، وفي بس بليك على الديستال بارت بتاع الليفت كومان كاروتيد بارت. برضه كل ده قلنا يمكن من الحاجات اللي هي جنرال من الكومبليكيشن. اتعملوا بيبي ادونا الالترا ساوند عشان يكملوا الصوره، فاتي ليفر ونورمال سبلين ونورمال كله، ومفيش ليف نودز اول اوفر، لان كنا برضه عشان الليوكيميا فاكرين ان هو حاجه في الليف نود، مفيش ليف نود في البارا اورتيك ولا في الابدن كلها، والرايت كدني اللي هي كونجنتال ابسنت برضه مش موجود. خلاص يبقى الراجل يخرج من الطوارئ مفيش حاجه، جنرالي هو كويس. وهنعمل له ري ايفالويشن تاني ونشوف تاني. قبل ما يخرج عملنا له سي بي سي برضه، وهو لسه عامل سي بي سي قبل ما يعني قبلها بنفس الاسبوع، قلنا برضه كل خوفنا من اللوكيميا. اتعمل السي بي سي يوم الاربعاء 9، لقينا الهيموجلوبين بتاعه 9 جرام. هو لسه عامل الاسبوع كان الهيموجلوبين 12. ابتدينا شكينا في الريزلت اذا كان الهيموجلوبين بتاعه مفيش حاجه، يعني الهيموجلوبين لسه عامله اول الاسبوع كان 12 جرام وبعدين لقيناه 9 جرام. بقيه البارامتر كلها كويسه. الكيدني فانكشن كويسه، الليفر فانكشن كويسه. رجع خدنا سامبل ثانيه وديناها في مكان ثاني. ريبيتد في نفس اليوم اللي هو يوم الاربعاء لقيناها 9.1 نفس الفيلم. يبقى الراجل ده من اول الاسبوع كان عنده 12 جرام بقى 9 جرام. الدروب ده حصل طبعا كل تفكيرنا في اللوكيميا ان هو يبقى حد هيماتولوجي يشوفه على اساس ان الراجل ينفذ اللوكيميا. اي اس ار 20 ان دي اتش فاستنج بلاد شوجر نورمال. بص بقى كل بروفايل اتعمل تشيك اب كامل، ليفر فانكشن تيست، فيرولوجي ماركر كله نيجاتيف، رينال اوكي، كرياتين 1.3، اليوريك اسيد 4.4، الصوديوم والالكترولايت كله اوكي، ثايرويد فانكشن تيست اوكي. البيشنت بعد كده نوتس تاني يوم يوم 11 يعني الكلام ده كان الاربع، يوم الجمعه الصبح بيبص كده بيقول ان الكلر بتاع الستول از دارك. يعني هو كان في المكتب يوم الاربعاء بالليل وجا الجرافيست ده يوم الجمعه الصبح ابتدى يلاقي ان الستول بتاعه دارك. فاضطرينا ان احنا الساعه 1 الظهر جه ده البارامتر بتاعته في الهيموجلوبين بتاعه اول ما 2.1 قبل ما يدخل المستشفى، ويوم 9.1 اللي هو اول ما دخل 9 جرام، وبعدين رجع لنا 9.1 من 10، وبعدين يوم 11 اللي هو كان يوم الجمعه بقى 8.3 يبقى في دروب، وبعدين يبقى 7.9 ابتدى يبقى في دروب دروب، يبقى اكيد في بلاد لوس ده ما فيهوش فصام. بقيه البارامتر كلها هنشوفها بعد كده واحنا ماشيين. كلينيكال اكزامينيشن لسه بنفحص العيان تاني جنرالي، مفيش البلاد بريشر بتاعه يعني قلت البيت 175، البلس 110، البيشنت قلنا اكيد بلاد لوس ده يبقى تجيب ان بي او وهنشوف. دخلنا بالمنظار على طول، ده في بلاد لوس واحنا مش عارفين ده في ايه، والراجل في اي بي ما نستناش يعني. ما لقيناش حاجه في الاكتف بليدنج، وده اللي انا بقوله. وانس يو ديدنت ديتكت ذا سورس اوف بليدنج دور على في اكتف بليدنج. احنا داخلين جيولوجي اكيوت اتاك، تلاقي الاستومك امتي ما فيهاش اكتف بليدنج والعيان جاي من فيها، بس لقينا في ماس موجوده في الفانجس. الماس دي مش عارفين دي ايه يعني. ادي المنظر اللي احنا شفناه، يمكن الصوره مش واضحه قوي. ده المنظار وادي الفانجس تقريبا اكثر من 4 سم في 3 سم، انما الاستومر كلها بين خالص ميكوزا ومفيش ولا نقطه دم في الميكو فيه. ده الديفرنت بيكتشر بتاعتها برضه مش عارفين دي ايه. هنعمل ايه العيان ده؟ اخدنا منه بايبس، ما نقدرش نعمل حاجه غير كده، فاخدنا من دي بايبس، بس برضه اتس نوت ذا سورس اوف بليدنج. احنا لاقيينها بالصدفه بس لازم ناخد بايبس، فاخدنا بايبس. طلعت تاني يوم بايبس طبعا راح جت على طول جاري كرونيك جاسترايتس هيليكوباكتر اسوشيتد مايل اندوكراينال سيل هايبر. دي كانت بالنسبه لنا عندناها مرتين عند معمل تاني جالنا بنفس الاسم، لان احنا كنا متوقعين حاجه تانيه وابتدينا تلاقينا نفس الكلام، وهنعرف بعد كده ليه الكلام ده طلع من البايبس اللي هي بالمنظار العادي. فطبعا خلاص سيبنا البايوبسي، سيبنا ده وندور على السورس اوف بليدنج. المعمل ابتدى تاني يوم، يوم 11 لقينا الدروب بتاع الهيموجلوبين، فعملنا بقى برضه
اعمال السيرم ايرون والفيريتين وطلع ايرون افشنسي، لان برضه كنا خايفين ان هو يكون حاجه من الكيمياء. الكومس والكومس تيست اندايركت واندايركت نيجاتيف، والدوتا بيروبين كله البارامتر بتاعته نورمال. يوم 12 اللي هو كان يوم السبت ابتدى يقل تاني 7.9 يبقى ادينا له 2 يونتس بلاد، وقعد طلعت بعد كده الهيموجلوبين بتاعه ارتفع شويه. دخلنا الكولونوسكوبي، قلنا نشوفنا فين فوق ندور من تحت. جبنا الكولونوسكوبي بتاعه تيبيكال نورمال، مفيش فيه اي حاجه، كنا طمعانين نطلع اي حاجه من هناك. نورمال نورمال من كل لغايه الاخر، مفيش غير شويه في السيكم بس لقينا شويه انجي ديسبليستيك بلاد فيزلز ما هياش السورس اوف بليد، والكولونو كومبليتلي نورمال. ادي الكولون بتاعنا، كل ما كده ترانسفيرس كولون، وادي يمكن عشان بس يمكن سايد هي باينه فيها هنا في الفيديو، في البيكتشر باينه اكتر، لان هنا بس انجيو ديسبليزيا موجوده في السيكم بس مش السورس اوف بليد. برضه باينه اهي البلاد فيزيت اللي موجوده في السيكم. طيب هنعمل الراجل ده ايه؟ احنا الراجل ده ديفينتلي هي ذير از ا بلاد لوس، ولازم من الـ بينزل العيان كل يوم الهيموجلوبين ب 1 جرام 1 جرام 1 جرام، يبقى فيه بلاد لوس. جاي ببليدنج بالريكتوم بلينا، مش قوي، مش ساعات بلينا ساعات جيلي لايك ستراش، فبرضه كنا بين. يبقى احنا عملنا ابر وعملنا اللور وشفنا كلونه، بقينا النص اللي في الجزء اللي في النص اللي هو السمول انتست. دي كانت الاتهامات كلها موجهه على الانتست، يبقى لازم ندور على السمول انتست. طيب نشوف الاوسكيور جي اي بليدنج هنعمل ايه؟ ايه الخطوه اللي هتعملها؟ احنا عملنا من كله ما لقيناش. ما عادش عندنا غير الكابسول اندوسكوبي ان انا تو بي اكزامبل السمول انتستن. الكابسول دي بتبقى سيف ونون انفيزيف، تعتبرها نون انفيزيف مع ان العيان بيبلعها، انما اتس نون انفيزيف بروسيجر. وكان اول واحد اكتشفها هو واحد اسرائيلي بيشتغل في الموساد، هو جنرال مهندس مش طبيب، ولكن هو بتاع مخابرات ومسؤول عن التجسس. فهم بتوع التجسس هم اكتر ناس بيشتغلوا في الكاميرات الخفيه والكاميرات الصغيره وبلانتر كده. وكانت والدته مريضه وعندها حاجه في الجي اي تي وعاوز يعمل اي بروسيدور يشوف ايه اللي جوه. فجات له فكره ان هو يعمل الكاميرا الخفيه دي، الكاميرا الكبسوله الصغيره دي، وفعلا عملها. فكان له بالفضل ان اول واحد عمل البيل كام ده يوكنيم، هو من اسرائيل، واخدت الاف دي ابروفال في 2001. فطبعا لولا ان هو من الموساد، هو لولا ان هو عنده كرييشن ان هو يعمل حاجه زي كده، ما كناش وصلنا لها فعلا. بعد كده طبعا اوليمبس طلعت والصين طلعت وبرضه تايوان طلعت كبسولات، كل واحده كبسوله شكل، كل واحده بسعر شكل. دي كبسوله اللي يعني اللي احنا موجودين بنستعملها في مصر. الكبسوله ما فيش يعني 11 مللي في 26 مللي، صغيره قوي، وفيها كاميرات وفيها العيان بيلبس جاكيت زي ليدز كده، بتبقى فيها اللابتوب زي الوتر مونيتور، وهي بتلقط 2 كابشرز كل ثانيه، وبتقعد في جسم العيان لمده 8 ساعات. يعني بنوصل في الحاله 500,000 صوره او 600,000 صوره. بنقعد بعد كده نحلل ال 500,000 صوره او 600,000 صوره دي بعد ما العيان بينزل الكبسوله، وبتبقى على الهولتر اللي موجود ده ريكوردد، وانا بيبقى معايا برضه زي الكمبيوتر وسيستم، ويبقى كونكتد له واعمل اناليسيز للصور دي. طبعا لها ادفانتج وديس ادفانتج مش هاخد فيها عشان نشوف الصور بتاعتها. دخلنا بالكبسوله العيان بلعها، بقعد جنبه لغايه ما تقعد لباست فيرست فيو اورز، وبعد كده مش هقعد الثمان ساعات جنب العيان، بعد كده بينام ويتحرك حياته العاديه. بس التو اورز الاولين لغايه باص للاستومك والسمول انتستين لغايه ما نطمن ان هي باص الجزئيه دي. ابتدينا نشوف ده بالنسبه للجينوم، الجينوم ما فيش فيه حاجه. ابتدينا دخلت الجينوم لقينا هنا اي في مالفورميشن ما هياش برضه سورس اوف بليد. كل النقط دي النقط الصغيره دي اي في مالفورميشن، فبرضه عاوزين ندور على السورس اوف بليد. لقينا في حته بولب صغيره كده ماشي ما فيهاش مشكله.
دي الليمفانجكتيزيا يعني الليمفاتيك فيزلز كلها التاتيك فيزلز لقينا بوليب صغيره ثانيه هنا وبوليب صغيره هنا كده ليه ثانيه وبرده الاي بي مالفورميشن موجوده دخلنا جوه شويه ولقينا وسط 500,000 صوره او 600,000 صوره ثلاث لقطات بس اللي جت فيهم المنظر ده ادي دي بوليب اهي في الثلاث صور دول وخلصت عليا يعني قعدت جنب الصور كلها لغايه الثلاث لقطات دول بس هم اللي ظهرت فيهم ادي البوليب اهي وعليها فلاش دي الفلاش بتاعت الكاميرا وادي اليومن بس طبعا هو العيان لسه في اكتف بليدنج فلان انت عملت ثالث شوم بليدنج فكانت برده صعبه قوي ده الاليو سيكالفال ونورمال برده باين السيكم هو ده الفيديو بتاع الكابسول ميكروسكوبي ده الاي بي مالفورميشن اهي اهي ستوب اهي ادي النص الدوتس الصغيره دي هي دي الاي بي مالفورميشن هنشوفها في جوجيتم وضحت هنا كويس اهي وهكذا واحده بس نقطه سورس اوف بليد فلازم نقعد ندور على السورس اوف بليدنج لغايه ما نشوف الكات نقعد نقطعها بقى بتاخد وقت في التقطيع نقعد نمنتج ونقطع صور دي شغلها كتير قوي كده عشان كده برضه الاي بي يعني البلد سبلاي بتاعها كان يعني الاركيت بتاعتها كانت كونكشن عاليه قوي عشان كده بسكرار وادي واحده ثانيه جت بسرعه بس برضه مش عارفه اوقفها جت بسرعه صغيره برضه جت بسرعه البلاد فيزل موجوده البلاد سبلاي بتاع الانتستين موجود والنفس البلاي بتاعت البلاي بتاع الانتستين باينه قوي في ابتديت بقى ندخل جوه شويه اللي هو الصوره اللي هي فيها الماس ودي الكابشر بتاعها وتاخد سيريال والبلاي واضحه يعني ادي الثلاث صور اللي جم بس يعني الثلاث صور اللي جم اللي هم الثلاثه اللي ورا بعض اللي جت الماس فيهم وخلاص على كده يمكن دي فعلا كانت صعبه قوي ان انا عدت مراجعه ده اكتر من ثلاث اربع مرات لغايه ما اوصل لل اعملها الثاني هي اوكي فكانت صعبه قوي ان ما ظهرتش غير في الثلاث لقطات دول وخلاص انتهينا ان الحركه بتاعت الكبسوله بسرعه والموتيليتي بتاعت البون انتستن فيري جامد فبتوصل ليها بسرعه. اهي بس خلاص يعني تعدت ما بت فيعدي حد يبقى ايه اخر لقطه ما فيش حاجه دي شوف الميكوزا بتاعت السمول انتستين ابتدى تبين فيها ان في اكتف بليدنج والوول بتاعها مش زي الكالر البرايت كالر اللي كانت في الاول اللي كان في الديودنم ولا ابتدينا نحط الكرايتيريا لا ده في اكتف بليدنج ونحط نبقى دي كده حلوه برضه دي واحده ثانيه ان لقينا اكتر من مالتيبل فوليومز وهو دي المشكله اللي عندنا فيبقى احنا عندنا عيان عنده كرونيك ليمفاتيك لوكيميا وعنده البوليب اللي موجوده في الانتستين وعنده البوليب والبوليب اللي موجوده في الستمك عشان تكونفيرم طبعا ما كانش حد مصدق ان في بوليب جت في ثلاث لقطات لا ده احنا كنا شاكين فيها بتاع عشان نعمل كونفيرميشن عملنا ثاني الجيوغرافي ومالتي سلايس سي تي ثاني يوم بعد ما عملناها عشان تاكد الكلام طلع الديفاين بوليفويد سوفت تيشو نفس الكلام اللي احنا قلناه في الكبسول ففعلا الواحد كان ساتسفايد وخايف ان يكون التقرير بتاعه يعني مش معقول هيبقى التقرير كده هيفهم يبقى التيبيكال ده وكان الصور بتاعتها يمكن ما عندناش عندنا من الاشعه مدينا الصور بتاعتها التيبيكال من البوليفويد ماس موجوده
ابتدينا بعد ما العيان ابتدى يتحسن والهيموجلوبين بتاعه يطلع تاني وخرج سبشارجت بعد اربع ايام من خلاص لا يموت. الريكومنديشن طلعنا بالعيان ده هو العيان اوريدي لسه خارج مصر دلوقتي بالتعامل وسيرجي بره. العيان ده كرونيك ليمفاتيك لوكيميا ولو جي اي بليدنج ملوش دعوه بالليوكيميا خالص انما ات كود بي جيست سندروم. وجيست سندروم ده وان اوف ذا ستومر تيومرز اوف ذا جي اي ويتش كود مينلي ان ذا ستومر بس ات كود بي بريزنتد في السمول انتستين از ويل ولها بارامتر ولها سكورنج سيستم بنعمله. فالجيست سندروم لما دورنا في الليتريتشر لقينا ان هو فيري جود كورليشن بينه وبين كرونيك ليمفاتيك لوكيميا وان هما التريتمنت بتاعهم ذا سيم. فهو دلوقتي احنا عندنا حاجتين لازم يعمل بوليفكتومي للجزء اللي موجود في السمول انتستين ويعمل ريسكشن للجزء اللي موجود في الاستومك عشان تبقى السمول انتستين ما عندناش بروسيجر الا البالون انتروسكوبي ويمكن هو يعني يمكن اثنين او ثلاثه في مصر هم اللي بيشتغلوه فعشان كده افضل ان هو يسافر بره يعملها. فهو بيعمل دلوقتي البالون انتروسكوبي والابر اذا كان هيعمله اندسكوبيكال او سيرجيكال اوبريشن. Just in general, it's mesenchymal neoplasm of GI, mesenchymal, low staging according to tumor size, tumor grade, and metastasis اللي موجودة. وكل ما يكون small size, كل ما يكون good prognosis, كل ما يكون large size, فبرضه يعمل ulcerations وممكن يحصل له bleeding. والmost common presentation للعيان ده هو bleeding GI. نرجع لـ obscure GI bleeding. زي ما قلنا it could be an occult presented by obscure occult or obscure upper باين او ده obscure واحنا مش عارفين نشخصها او تبقى occult وبرضه مش عارفين نشخص العيان ده. فدي من الحاجات اللي احنا presented 5% ومعظم الحاجات اللي موجوده دي معظمها في السمول باول لان دي الميست ريجون من عندنا. احنا بنشوف من فوق بالابر وبنشوف الكولونا من تحت الحته اللي في النص اللي هي السمول انتستين دايما احنا بننساها او ما بنبقاش عندنا بروسيجر معينه ان احنا نعمل لها دايجنوزيس. فمعظمها في السمول باول يا اما تيومر زي مالجنت ميتاستاسيس يا ليوميوما او ساركوما ليمفوما الميكل زي بارتيكولوم بارت بنشوفها وممكن الاسكيميك كولايتس والاسكيميك انجري للسمول باول برضه. الفاسكولار انومالي ما ننساهاش بتبقى موجوده والانجيوديسليزيا ودي برضه كذا حاله واحنا مش بنشوفها بتبقى برضه ريليتد قوي دي ودي حاله قبل كده برضه عملت لها كبسوله ودي الانجيوديسليزيا اللي موجود فيها كانت برضه واحده ست هنا وكانت السبيسيفز واضحه قوي دي الانجيوديسليزيا. وثانك يو. Thank you.